كويس اني لحقتك قبل ما تمشي. امشي ازاي من غير ما اشوفك؟ انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي يا وائل، انقذت لي حياه ابني. عشان كنت متاكد انك عمرك ما تعرفي تعيشي من غيره. الحمد لله. اديني بقى الورقه اللي حاتم هيروح بيها مكتب الصحه يسجل المولود. قصدك الورقه اللي هيتكتب فيها اسمك في خانه الام. طب بس كريمه هي اللي ولدت. انا مش فاهمه حاجه يا دكتور، هو ده مش كان اتفقنا من الاول؟ بس كان في اتفاق تاني خالص، اعتقد انك انت ما لحقتيش تنسيه. اتفاق ايه؟ ربع مليون جنيه قصاد ان انا انقذ حياه الجنين، والحمد لله اديني انقذته. ايوه بس الاتفاق ده لو اضطريت تضحي بكريم عشان تنقذ لي ابني. وده جزاتي؟ ده جزاتي ان انا حافظت لك على حياه الاثنين؟ ولا انت كنت عايز تديني ال 250 الف جنيه دول عشان اخلصك منها؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا انا ما اقصدش كده طبعا. خلاص يبقى نفضل على اتفاقنا. اتفقنا من الاول يا وائل انك هتولدها وتديني الورقه اللي هسجل بيها المولود باسمي. يعني انت عايزاني التزم باتفاقك الاولاني وانت ما تلتزميش باتفاقنا التاني؟ ايوه يا دكتور، بس المبلغ ده كبير عليا قوي. انت اللي حددتيه مش انا. كنت فاكرك هتعمل خاطر لصاحبك. انا كل ده عامله عشان حاتم العمليه كلها، رغم كل الخطوره عشان هو صاحبي. بس المبلغ ده مش معايا دلوقتي، انا محتاجه مهل عشان اوفر لك المبلغ ده. اوكي، او متجهزي بالفلوس تعالي خدي الورقه اللي هتروحي بيها مكتب الصحه. على فكره انت مش من حقك انك تاخر الورقه دي اكتر من كده. ومين قال لك ان انا مأخرها؟ انا كتبتها فعلا بس باسم كريمه. كريمه؟ طبعا، لو راحت مكتب الصحه وقالت انها ام المولود كل اللي في المركز هيشهد معاها وانا اولهم. ايه؟ طب ونطفتنا اللي زرعتها فيها؟ محدش شاف العمليه دي، لكن كل الناس شافت كريمه وهي بتولد.